أهلا بكم مشاهدي الكرام، وحديثنا الآن رح يكون على ما تقوم بفعله من خير في مجال رعاية الطفولة ورعاية الإنسان بشكل عام، جمعية هدية الحياة الخيرية. هذه الجمعية هي واحدة من أصل 70 واحدة في العالم، تأسست بال 2006 في عمان في الأردن، وهي تعنى بتقديم خدمات مجانية كاملة بإجراء عمليات جراحية للأطفال اللي بيعانوا من تشوهات في القلب وبيحتاجوا لهذه العمليات الجراحية. على كل حال ضيوفي عندهم تفصيل أكثر عن هذا الموضوع، بدي أعرفكم فيهم أولا بالمهندس نائل مشربش وهو رئيس جمعية هدية الحياة الخيرية، وأيضا بدي أرحب بالدكتور أحمد عربيات وهو طبيب وجراح أردني وهو عضو في هذه الجمعية. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنا سعيدة بأنه نتحدث عن واحدة من الجمعيات اللي استطاعت فعلا أنها تعمل حيز لمكانها أو لما تفعله، حيز جميل في عالم الخير. مهندس نائل، حضرتك مهندس مدني، بس حب الخير ما له علاقة بالتخصص، يعني هي متخصصة في مساعدة الأطفال اللي عندهم تشوهات خلقية واللي أهلهم لا يستطيعون إجراء هذه العمليات الجراحية لكلفتها. لكن عمل الخير ما بيعرف لا طبيب ولا الإنسان اللي صاحب الأخلاق، أخلاقه لا تتجزأ أو لا تتخصص. نعم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا. طيب خبرنا عن هذه الجمعية، عن تأسيسها وعن البرامج اللي بتقوم فيها في مجال رعاية الأطفال. كيف تختاروا الأطفال؟ كيف بيجوكم الأطفال؟ كيف تتشبكوا مع الأطباء ومع المستشفيات بشكل عام؟ نعم. صباح الخير للجميع أولا. صباح الخير سيد جلالة الملك. أهلا وسهلا. تأسس جمعية هدية الحياة سنة 2006 وسجلت بالوزارة التنمية الاجتماعية بال 2007 رسميا. نحن هدف الجمعية هو تقديم المعونة المالية والمادية والتنسيق وعمل الترتيبات اللازمة لإجراء العمليات للأطفال اللي بيعانوا من تشوهات خلقية في القلب. طبعا هدول للأهالي اللي أقل حظا بالأردن واللي حالته المادية لا تسمح بإجراء العمليات. طبعا إجراء العمليات، هاي العمليات مكلفة، ونحن هذا اللي بنقدمه من المساعدات من أهل الخير ومن التبرعات اللي بنجيبها اللي بنحكي فيها. نحن من تأسيس الجمعية بال 2006 لغاية الآن قمنا بإجراء 350 حالة للأطفال علاج عملية، و هدول من عدة جنسيات، ما في جنسية معينة. نحن بخلال السبعة أشهر الماضيات قدرنا نعمل 52 حالة من خلال خمس حملات. ثلاثة حملات عن طريق فريق طبي أمريكي، وحملتين عن طريق فريق طبي أردني. طبعا نحن بعد كمان العمليات ممكن إنه الواحد يتبع مع الطفل، يعني مش شرط إنه يعمل العملية، لأنه مرات العمليات تحتاج الطفل بيحتاج لعلاج أكثر من عملية. فنحن منتبع مع الطفل لأنه مرات بيحتاج عمليتين وثلاثة، ممكن بخلال الفترة البداية أول شهرين، بعدين بعد سنين بعد. فنحن نضل متابعين معهم. هلأ نحن بالنسبة لنا كجمعية في عنا فريقين طبيات. فريق طبي أمريكي من مستشفى رايلي بإنديانا بالولايات المتحدة بيجينا بالسنة يمكن 3-4 مرات، وفي عنا الفريق الطبي الأردني بالدكتور أحمد عربيات والدكتور بسام العكشي، وبرضو عن طريق كمان الاستشاري الدكتور خالد السلايم اللي هو كمان عضو بالجمعية. ويعني في كمان مرات بخلال الحملات اللي بنعملها اللي هي بتيجي من أمريكا، في مرات نعمل كمان تدريب للكوادر الطبية اللي موجودة من تمريض، من مختبرات، من كذا. نعم. هلأ لما بتكون حملة مشتركة بينكم وبين الأطباء في أمريكا، بيجوهم بيجروا عمليات في عمان؟ طبعا بيجروا في عمان. طبعا كل عمليات. طيب كيف بتم اختيار الأطفال؟ يعني مثلا في ناس بيجوا بيسجلوا أسماء أطفالهم، أو كيف الآلية اللي بتوصل للأطفال اللي بدهم عمليات؟ هلا في ناس بتواصلوا معنا مباشرة عن طريق الجمعية، معي مع
في كمان عن طريق الدكتور خالد السلايمي بيجي لأنه هو الاستشاري القلب برضو بيجي عن طريقه. نحن هاي كل الحالات نيجي نحن نجمعها مثلاً خلينا نحكي في عنا هلأ لست بحوالي 100 حالة يعني هلأ حالياً غير اللي عملناها. لأنكم شهر 12 عملتوا كمان 10 عمليات. ما هو أنت بتخلصي من حالات بيجيكي حالة يعني عرفتي كيف يعني حتى في حالة من الحالات اللي بشهر 12 هاي اللي قبل أسبوعين يعني اجت حالة مستعجلة اضطرينا أن ندخلها ضمن الحملة. والوضع كان ما بيسمح يستنى. أجلنا واحدة لشهر 3 هلا في عنا الحملة الثانية القادمة بأربعة 3 أجلناها لأربعة 3 هاي الإنسان الطفلة لأنه مش مستعجلة بس لأنه إجتنا حالة مستعجلة فمرات بتضطر أنت أنه تدخلي بهيك شغلة يعني في عنا هلا نحن فوق 100 حالة حاليا غير اللي عملناهم غير العشرة وخاصة هالأيام هاي يعني أنت بتحكي هالأيام هاي زاد عدد سكان الأردن اللاجئين زادوا يعني إحنا من عدة جنسيات يعني مش طبعا ما كل حدا موجود على أرض الأردن أنت أكيد يعني الطب والعمل الخير ما بي يعني بيختار حسب الرقم الوطني أو الجنسية وهي حسب إحصائيات العالمية كمان يعني أنت عندك حوالي 5.5 مليون طفل سنويا بنولد عنده تشوه خلقي من كل طفل من كل 100 طفل بنولد طفل صح. عنده تشوه خلقي هادول كمان يعني انت بتحكي نصهم بدهم عمليات نصهم بدهم تدخل ومعظمهم اهلهم ما بيقدروا يعملوا لهم العمليه هي مكلفه خلينا نحكي مكلفه العمليه نعم طب دكتور احمد انا كثير شاكره لحضرتك وللدكتور بسام ولكل الطاقم الطبي الاردني لانه هذا تبرع بجهد ووقت دكتور يعني ان شاء الله بميزان حسناتك اكيد خبرنا دكتور عن العمليات اللي بتجروها عن شعورك وانت بتعرف هذه العمليه هي لطفل محتاج يعملها هاي العمليه لولا إرادة الله ومساعدة الجمعية ومساعدة طبعا. حضرتك والدكتور والدكاترة اللي معاكم الجراحين الأردنيين مكان ما قدر يعملها أولا صباح الخير للجميع وإن شاء الله دائما يظل الخير موجود بهالوطن ونظل كلياتنا شايلين بعض وشايلين هموم بعض لا شك أنه التشوهات الخلقية بالأطفال يعني قاعدة بتكثر نتيجة عوامل كثيرة ومنها السكان وإلى آخره هاي عمليات معقدة ومكلفة وظروف الحياة على الناس يعني مش سهلة فالجميع تكاتف اللي احنا نساعد بعض سواء من الجمعية سواء احنا بأتعابنا او بوقتنا طبعا هذا الشعور يعني 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 ما في شعور اجمل من انك تشوف البسمة على يعني وجه طفل او دعوة من ام يعني بتسوى كل شيء بالحياة إنك تقدم هذا الشيء واللي ما إله ثمن وخاصة لأطفال يعني في يعني لو تشوفي أنت بسمة الطفل لما تسوى له العملية بتسوى كل شيء في معنا صور إحنا يفترض نشوف صور مش هيك في صور جميلة للأطفال بعد العملية هلا رح نشوفها فيعني يعني شيء يعني التكاتف اللي إحنا بنقوم فيه سويا وخاصة إنه هاي العمليات مش سهلة إحنا عم نشوف صورة للقلب دكتور نعم للقلب اللي فيه تشوهات بالضبط هلا زي ما أنت شايفة إنه يعني في هون اللي موجودة قلب سليم ما في أي تداخل بين الحجرات بالجهة الأخرى بنشوف إنه ما بين البطين الأيمن والبطين الأيسر في فتحة فالدم يختلط الدم المؤكسد وغير المؤكسد يتم اختلاطه طبعا الأمور هاي إحنا عادة بنسكرها هاي الفتحة ولما تتسكر الفتحة اللي موجودة بين البطينين برجع الطفل طبيعي 100% وهذا إجراء يعني أنا اللي بقصد إنه أنت هون بتعطي طفل طبيعي للحياة بإجراء يعني حتى لو كان مكلف أو شيء إنما إنسان راح يمارس حياته الطبيعية هلا لو ضل بهذا التشوه ما بيعيش فرصته بالحياة بتكون ممكن فرصته بالحياة ضعيفة ممكن يعاني من التهابات ممكن يعاني من مشاكل من عدم تأكسد الدم هذه طفلة عملتوا لها عملية نعم وقدرت تمسك القلب يا دكتور يعني قديش قلبها هالقد يعني هو فعلا قد حبة الفراولة بس الإنسان بده يسوي هالشيء لأنه يعني البسمة على أهلهم وإنه يرجع طبيعي يعني تسوى كل شيء مزبوط يمكن في الواحد بدفع ضريبة أشياء نعم. بس النتيجة الأفضل هي اللي بتحسم الموضوع هذا الطفل اسمه ورد
وابتسمته جميلة جدا. يعني أنا يعني الطفل يعني أعطى انطباع كثير كثير حلو يعني وبرجع إنسان طبيعي. الحمد لله. الحمد نسبة لله. النجاح عالية في الحمد لله. الحمد لله. طبعا زي ما تفضل المهندس نائل الأطفال التشوهات الخلقية إلها مراحل عدة. يعني في منهم بيحتاج إلى عملية أو عمليتين أو ثلاث. في منها معقدة يعني في منهم بتكون يعني خلينا نحكي كيوراتيف إنه علاج كامل. في منهم يعني على مراحل متعددة. قديش عمره صغير يعني مسكين جدا أوزانهم. يا الله يا رب. يعني الحمد لله الحمد لله اللي في مخرج واسع. يعني في مشكلة عند الأطفال بس يعني الحمد لله إنه في مخرج ومخرج مش كافي حتى نكون نكون طيب. لأنه التشوهات يعني عدد كبير. القائمة الانتظار شديدة جدا. في منهم لا يستطيع الانتظار. وبتعرفي العمليات تجرى حسب طبيعة المتوفر من المادة. لأنه في تكلفة. بدها تكون هاي بغرفة العمليات. هاي أنت ولا دكتور بس؟ هاي نعم هاي الدكتور الأمريكي. ما هلا بيجي بعد هذا. هلا إحنا بنيجي. هاي أنا بعد هلا بعد. هاي عصام نعم. أحلى واحد دكتور أحمد. نعم هاي أنا دكتور بسام. نعم هاي دكتور بسام. نعم دكتور. هاي أنا موجود. نعم الدكتور سامي رباط. يعني أنا بعتقد الدكتور قديش صعبة العملية مع الطفل. يعني هي العملية صعبة بس الطفل مع طفل أصعب. بس أنا بتشرحوا لي على هاي الصورة. هاي إيش مالها الصورة هذي؟ بعد ما بعد إجراء العملية هاي بالعناية الحثيثة بيفهموا الأهل شو اللي صار. يعني بيشرحوا للأهل شو اللي صار طبيعة العملية وإجراءها وكيف صارت. يعني بنشرح لهم زي ما حكيت لك هي القائمة طويلة. والأمل كبير. الأمل كبير من الجميع. أطفال إنك ترجعهم إلى طبيعي إلى حياتهم الطبيعية بدها تكاتف الجميع. الجمعية بتقدم جهد مشكور كبير والكل بيساعد لكن لازم الجميع يكون قلب واحد وبدها بدها لأنه طبعاً القائمة بتحكي على عمليات تكلف يعني بالألاف. نعم. ثلاثة يعني صحيح أنتم من خيرة الجراحين الأردنيين دكتور. لا الحمد لله يعني إحنا عنا جراحين أردنيين جميعهم والله نفاخر فيهم الدنيا وعلى مستوى عالمي. لكن كمان إحنا بحاجة لدعم يمكن مؤسسي أكثر. مهندس نائل. نعم. يعني حضرتك بتعرف إنه لازم يكون معكم شركاء دائمين. لازم يكون معكم أشخاص متبنيين موضوعكم. يعني مظبوط صدقة جارية على الأقل. نعم. وهي تصنف ب يعني صدقة جارية. نحن يعني الدكاترة ما شاء الله جراحين يعني الله يعطيهم العافية بتبرعوا بجهدهم مجانا. وحتى المستشفى مستشفى الخالدي يعني برضو بتبرع بكوادر الطبية بالإقامة بالغرف العمليات. يعني كمان عم تعملوا العمليات في متأسفة للمقاطعة بس عم تعملوا العمليات كمان في واحد من مستشفيات الأردن العريقة. نعم. يعني نعم. المستشفيات الأردنية. نعم. العريقة. نعم. على مستوى راقي حتى. نعم. العملية كلها تكون ناجحة. نعم. بمفعولها ومضمونها ورد فعلها وتواجد الطفل. صح مظبوط. ونحن هذا من 2006 لغاية حاليا نحن بمستشفى الخالد يعني نشتغل. نعم. هذا العملية مجانا كله طبعا. هلأ كله مجانا. هلأ مجانا. نحن التبرعات اللي منلمها فقط نحن عشان ندفع المستلزمات للعملية. نعم. يعني نعم. مجانا. نعم. يعني الدكاترة مجانا الجراحين مجانا يعني الله يعطيهم العافية ويسلم أيديهم على كل شيء. المستشفى زي ما حكيت لك إنه الكوادر والغرف العمليات والإقامة كلها هي مجانا. فقط نحن بنجمع عشان المستلزمات. المستلزمات برضو مكلفة. طب يعني في عندكم يعني في تبرعات منيحة؟ الحمد لله يعني في في جزء يعني هلا نحن عندنا بس الطلب يمكن اكثر من العرض. طلب اكثر. هلا نحن عندنا في عندنا متبرعين رئيسيين نحن بنعتبرهم اللي هم أندية الروتري اللي بعمان وبالخارج. هدول بدعموا الجمعية. زائد معاهم في جمعية سلسلة الأمل اللي هي تشينوفوب. هاي تابعة للجراح العالمي العربي مجدي يعقوب. هلا هدول بالشراكة مع بعض نعمل نحن العمليات اللي هي الأمريكية. هون نتكلف نحن بالمستلزمات زائد نتكلف بالإقامة مع التذاكر تعون الجراحين الأمريكية. بس هم بيجوا هم بجهدهم ولكن نحن نتكلف فيهم. فنوادي الروتري زائد
سلسلة الأمل هدول. في هلأ مقرر 40 عملية من قبلهم، جمعوا 238 ألف دولار نوادي الروتري، وجمعية سلسلة الأمل دعمت السنة الماضية 175 ألف دولار. وهلأ كمان برضو شغل. طب إحنا بنتمنى هيك مصنع أردني كبير، شركة أردنية كبير تتبنى لها 3-4 موجود برضو، يعني هاي قضية مهمة. بنك أردني موجود والله طبعا الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. موجود بس لسه بحاجة بدنا أكتر. هلأ في عندنا بنك ABC بنك برضو كمان بتبرع لنا. هلأ دخلنا في الأسماء التجارية. أكيد كل مؤسساتنا الوطنية في القطاع الخاص وفي القطاع العام هل هي مؤسسات مهمة، ومشاركتها على كل حال في هاي القضية مهمة جدا، لأنه الموضوع يعني مش عم تحكي على 500 ليرة و 200 ليرة و 300 ليرة. لا لا لا. أنا بدي شعورك دكتور أحمد كجراح، يمكن أنت بتعمل باليوم عملية وهي بتستغرق 6 ساعات و5 ساعات، شعورك وأنت يعني بتروح بتبشر الأهل أن العملية نجحت وطفلكم الحمد لله؟ يعني زي ما أنت حكيتي كلمة الحمد لله مش بسيطة، وكلمة إنه لما طفل وأهله يعني يجي يحكوا لك يعطيك العافية، يطول بعمرك، يفتحها عليك، يعني دعوة صادقة، دعوة من أم صادقة، من أبو صادق، يعني ما بتثمن بثمن. هذا أجرك يمكن تحس بز... إنه هذا يعني أجر. يعني هذا يكفي وزيادة. وفعلا يعني لأنه صادقة. ويعني وزي ما بيحكوا المركب اللي ما فيه لله بغرق. صحيح. فالجميع لازم يقدم. صح انه في زي ما تفضلتي بالاردن ناس كثير، لكن برضو احنا يعني لازم نقدم شيء، والجميع ان شاء الله انه ما بيقصر ان شاء الله. انا بدي اشكر حضرتك دكتور احمد، وايضا الدكاتره اللي معك بيشتغلوا مع الجمعيه، هم اسماء لامعه في عالم الجراحه، وان شاء الله انهم بيكونوا اسماء لامعه في العمل التطوعي والعمل الخيري. انا بدي اشكر حضرتك شكر جزيل دكتور احمد عربيات، وبدي اشكر مهندس نائل مشربش رئيس جمعيه هديه الحياه الخيريه. شكرا لكم، وان شاء الله راح يكون لنا استضافات اخرى حتى نتعرف على الاطفال اللي عملوا العمليات، وحتى نساهم معاكم اذا في حدا بحب يعمل خير ويساهم في هاي العمليات. انا بدي اشكركم، وبانتقل مع الساده المشاهدين الى هذا التقرير. تقريرنا مع زميل يوسف مشاقبي كان في الجولة الأردنية في معرض الصناعات الأردنية في نيروبي في كينيا، وزميلنا يوسف سجل لنا هذا التقرير وردود الفعل على الصناعات الأردنية التي تواجدت في هذا المعرض الكبير في نيروبي.